هو هيتأخر أكتر من كده؟ أنت مش قلت إن هو نازل في الأوتيل ده؟ أيوة، بس ممكن يكون لسه مقموص مننا. قصدك إيه؟ يعني هو ممكن ما يجيش يقابلنا؟ ادعي ربنا بس يحنن قلبه علينا. أنا لازم أتكلم معاك بالشكل ده. أوجي أوجي، قومي قومي بسرعة، قومي. باي باي. أهلا يا باشا، منورة الدنيا كلها. أهلا. أهلا يا مستر مراد. أهلا يا باشا، أهلا يا باشا، اتفضل. بس ما صممت إنها تيجي لحد حضرتك، هي متخيلة إن لسه حضرتك زعلان منها. اتكلمي. أنا آسفة قوي يا مستر مراد، ما كانش قصدي أزعل حضرتك. حصل خير. يعني كده خلاص نعتبرك انت مش زعلان مننا. انت عارف يا عزيز انا مشغول قد ايه، يعني ما عنديش وقت افكر في الحاجات الصغيره دي. عظيم جدا، يبقى عشان تثبت انك انت سامحتنا تقبل عزومه بسمه عندها في البيت على العشاء بكره. قلت ايه؟ انت مش بتقول ان العزومه والعشاء عندها في بيتها؟ اه. خلاص يبقى هي اللي مفروض تعزمني بنفسها. قولي حاجة يا بسمة. يا ريت فعلا يا مستر مراد تشرف. وما تقوليش بقى على شطارتها في الأكل، حاجة عظيمة. ما عنديش مانع، بس متهيألي بكرة هيبقى صعب شوية. لا لا لا، شوف الوقت اللي انت عايزه واحنا جاهزين. أوكي.